بسم الله. الحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. يا أيها الذين آمنوا، شوف الميزان القرآن، الأولى السبعة يا أيها الذين كفروا، الثامنة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، يعني توبة مش هي استخفاف، بل فيها وعي حقيقي وفيها التزام بالتوبة. هذيك التوبة النصوح يعني هي رزولو أن بلو رومنير سور سو كريم لا وأسو كريم لا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وإذا كان تحقق التوبة عند الله أنها نصوح، فاعلم أن أنت مؤهل لشيء ما. أشنو التأهيل له؟ مؤهل لمال. الله يسأل نفسك راك مؤهل للخير والشر، مؤهل للصواب والخطأ، وهو مؤهل باش تكون في قبرك أما في رون من الجنة وفي عبر من عبر النار، ومؤهل يوم الحساب عين البعض أن تطمئن، أن تكون مطمئن أنك مؤمن، أنك مسلم، أنك محسن. وعن سبعة اللي يظل مع رسول الله، اللي يمينه تنفق من حيث لا تعلم شماله مثلا، وشخصان ماذا التقيا على حب الله، و شاب دعته فاجر قال إن يخشى الله، و إمام صادق وحاكم عادل مصلح، والسلام علينا بالتمام والكمال، أهل القرآن.